مانيش نقول لك صفق للرئيس ولا صفق للوالي ولا دافع على بلادك. أقسم بالله العلي العظيم وبكتابه الكريم أن أكون الخادم الوفي لبلدي. أفرحي وزغرتي يا مزغنا ولادك مازالهم عايشين، هذه هي القصبة ديالنا وحنا هما الجزائريين، وحني حني حنانا وشنانا فلي ما حنوش، نعرفوا روحنا وأصلنا وفي طبيعتنا ما نزخوش، شادين في ربي مولانا ومن غير ربي ما نركعوش، القصبة المحروسة مزغنا ولد الترجال ما ماتوش. الحاج محمد يقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خاوتنا وخواتاتنا وين ما كنتوا، هذا الحاج محمد يحييكم من الوسط للشرق للغرب من الشمال للجنوب، وما ننساوش خاوتنا اللي راهم في الغرباء، نحييكم كاع ونرحبوا بكم في هذا الفيديو اللي نتمنى يكون فيه الخير للبلاد والعباد. أيوة خاوتنا، في ظل هذا التصريحات وهذا الجو الديمقراطي اللي راهي عايشته بلادنا على كل حال، عرس ديمقراطي على كل حال، يخرج علينا النائب العام لمجلس قضاء الجزائر بهذا التصريح. تبعوا المفاجأة. المستوى الأول أو الفئة الأولى تتمثل في سماع حوالي أو أكثر من 50 شخصا عبارة عن منتخبين على محاضر رسمية أمام هذه المصالح المختصة بالتحقيق، أين صرحوا معترفين أغلبهم صراحة بتلقيهم مبالغ مالية تتراوح قيمتها بين 20,000 دينار جزائري و 30,000 دينار جزائري مقابل تزكيتهم لهؤلاء الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية. أيوة خاوتنا، النائب العام يكشف باللي تحقيقات قضائية ثبتت باللي ناس سينياو الاستمارات بالدرهم. أيوة، وهذا التحقيقات ثبتت باللي ناس سينيات بالدرهم ومعهم وسطاء ومعهم راغبين في الترشح. سحلي على بالك بالقضية؟ نغزة، أكي عارف هذه القضية؟ سمحتي بها ولا ما سمحتيش؟ أيوة، إلا ما سمحتوش هاو لا 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 لا. على كل حال النائب العام هاو دار ندوة صحفية وهدر عليها، والتحقيقات راهي ماشية، احنا ما نسبقوش الأحداث، احنا ما نتهمو حتى واحد، أنا نقول ما نتهمو حتى واحد حتى تكشف التحقيقات القضائية. ولكن السؤال المطروح، تخاوتنا السؤال المطروح، واحد راغب في الترشح يشري الاصوات تاع المنتخبين، بون ماهوش مواطنين كيما نقولوا، المنتخبين هذيك اللي حوسوا يجيو يفوتوا 600 منتخبين، يعني في المجالس بلدية والولائيه وكذا، هايوا حتى لا 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 لابيان وكذا، بون لابيان راه ما شكيتش انا باللي هاد الناس اللي خلصوا من لابيان، انا شكيت في مجالس ولائيه ولا بلديه، على كل حال ما مش عاطي لهم مناصب، بدليل انه زوج ملايين، قال لك زوج ملايين وثلاث ملايين، سينياو باعوا الضمير تاعهم والصوت تاعهم بزوج ملايين وثلاث ملايين. زوج ملايين وثلاث ملايين، هذا منتخب، هذا منتخب يمثل الشعب. تصيبوا في البلديه ولا تصيبوا في الولايه ولا تصيبوا يمثل الشعب، زعما منتخب بايع الصوت تاعو بزوج ملايين وثلاث ملايين. واش من ثقه بقات في بعض المنتخبين يرحم باباكم؟ انا لما نقول بعض المجالس المنتخبه بعض البلديات وكاع، لما نقول يا ودي فشلوا كانوا عائق في التنميه المحليه، مانيش غلط، بدليل ها قدامكم منتخب يبيع الصوت تاعو بزوج ملايين ولا ثلاث ملايين. ولذلك انا لما نطالب المترشحين فيه ثلاثه، تبون وحاول وحساني ولا الاوشيش، اي واحد فيكم يربح الرئاسيات عاودوا الانتخابات المحلية، راه عندنا مشكلة كبيرة، معظم المجالس البلدية راه انسداد، معظمها مكاش تنمية مكاش، وإلا كانت تنمية كاين ذر في الرامات في العيون، ذر يقول لك رانا نخدمو كانت تنمية، مثلا بعض المشاريع يدير لك بخاخة ويقول لك بخاخة نتاع الماء زعما تاع السخانة هذيك ويقول لك درت مشروع، مشاريع التنمية مكاش. ولذلك نطالبوا بإعادة انتخابات المحلية. يا خويا غلطنا احنا الشعب، غلطنا
غلطنا في اختيار الممثلين تاعنا على المستوى المحلي والمستوى الولائي. عاودونا الله يرحم الوالدين. الرئيس الجاي من ذو ثلاثة الله يرحم الوالدين، عاودنا الانتخابات المحلية بدليل هم يبيعوا في الأصوات تاعهم، هم يبيعوا في الأصوات تاعهم. أنا بغيت نطرح سؤال برك للسيد نغزة والسيد سيد كيسموه بالقاسم سحلي، على بالكم بالقضية ولا ما على بالكمش؟ واش تقولوا عليها؟ انتم تهضروا على السلطة، هيا بون انت سحلي اتهمت السلطه وقلت سرقوا لي، شكون اللي سرق لي الاستمارات؟ ونغزه اتهمت السلطه وقالت التزوير. هنا بغيت كم متفاهمين على هذا الشيء ولا بغيت مثلا نطرح سؤال برك متفاهمين ولا كيشغل جا في سياق واحد وقع مانيش عارف، انا ما عنديش الثامه ما نفهمش، بصح كيشغل راكم متفقين ولا كيفاه ولا تلاقيتوا ولا مانيش فاهم. المهم فهمونا في ظل الصدفة، في الصدفة تاع التصريح تاعكم ولا التصريح تاعون التصريح فهمونا هذا المكان. بغيت نسقسيكم برك، على بالكم باللي كاين كما قال لا النائب العام كاين راغبين في التراصح على كل حال شراو الاصوات، هذه شنو تقول لنا عليها؟ ماذا بينا تعطونا تصريح؟ ماذا بينا تعطونا تصريح؟ ايوا على كل حال سيد النائب العام والعدالة الجزائرية اضربوا بقوة. خاوتنا واخواتنا رانا وصلنا لنهاية العدد اليوم، على كل حال ان شاء الله ما نكونوش طولنا عليكم، ما تنساوش الدعم من خلال البارتاج الجام والتعليق، وربي يحفظكم ان شاء الله على كل حال. ان شاء الله ما نكونوش طولنا عليكم خاوتنا واخواتنا. هذا الحاج احمد يحييكم من الوسط للشرق للغرب من الشمال للجنوب، وما ننساوش خاوتنا اللي راهم في الغربة، نحييكم كاع ونقول لكم نتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية الجزائر والله ينصر غزة. والله اعلق وصفك رائع وجميل الحاج احمد.